السلام عليكم أحبتي الصغار، أرحب بكم من جديد في حصة جديدة سنخصصها لمكون الأعمال اليدوية. إذا خذوا معي كراسة أنشطة التفتح صفحة 105. إذا كما تلاحظون هنا لدينا مجموعة من الفواكه، لدينا البطيخ ولدينا التفاح، لدينا الجوز والبرتقال، لكن لاحظوا جيدا، هل هذه الفواكه كاملة؟ لا، يوجد لدينا من كل فاكهة نصف فقط، نصف فاكهة فقط. إذا سنحاول إكمال هذه الفواكه ب إلصاق نصفها الآخر بهذه، إكمال إلصاق نصفها الآخر بهذه الأيقونات. إذا لاحظوا جيدا، لدينا هنا البطيخ، سنرجع إلى آخر الصفحة، إلى آخر الصفحة، إلى آخر الكراسة ونأخذ الأيقونة الخاصة بالبطيخ، نفعلها هكذا بهذه الطريقة، نقوم بثني الورقة قليلا ثم نأخذ الأيقونة بهذه الطريقة بكل بساطة، ثم نلصقها هكذا كي نكمل شكل البطيخ بهذه الطريقة، سهل جدا. ثم نضغط على الأيقونة قليلا كي نلصقها جيدا هكذا. إذا هذا هو شكل البطيخ. إذا الآن نبحث عن النصف الآخر للتفاحة، ونذهب إلى آخر الكراسة ثم نأخذ النصف الآخر للتفاحة ونلصقه بهذه الطريقة ونضغط عليه، نلصقه. ثم الآن نبحث عن النصف الآخر للبرتقالة، أو النصف الآخر نأخذه هكذا ثم نلصقه بهذه الطريقة. ثم بقي لنا فقط النصف الثاني من الإجاصة، نذهب إلى آخر صفحة في الكراسة، صفحة الأيقونات، ونأخذ إجاصة هكذا بهذه الطريقة بكل بساطة، نقوم بثني ورقة الأيقونات قليلا ثم نأخذ أيقونة خاصة بنا ثم نلصق هكذا النصف الثاني من الإجاصة، وبهذا إلصاقنا لهذه الأيقونات نكون قد حصلنا على الشكل التالي لهذه الفواكه: بطيخة، تفاحة، برتقالة، إجاصة. بهذا نكون قد أنهينا هذا النشاط، أقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.